رحت لنيابة الأموال العامة بسبب إن الخطيب اتهمك في موضوع الساعات. هو انا رحت لنيابة الأموال العامة بس ما إيه يعني اللي حصل لك هناك؟ بس خلي بالك، اصل انا رحت نيابة الأموال العامة ففي بعض حاجات ما اقدرش اقولها، انا قلتها في النيابة ولكن ما ودانيش الخطيب، كان بس ابقى منصف. ولكن نيابة الأموال العامة طلبتني لأن الأستاذ سمير صبري المحامي استعان بيا إن أنا قلت في حلقاتي إن حصل محمود الخطيب ومجلسه على ساعات من تركي آل الشيخ. كابتن محمود الخطيب خد من مستشار تركي آل الشيخ ساعات هو ومجلسه. فالأستاذ سمير، أنت قلت الكلام ده؟ آه، في البرنامج عندي أنا كنت أول واحد أقول الكلام ده. فالأستاذ سمير صبري رفع قضية على مجلس ان هو يقول فين الساعات دي، واستعان ساعات ايه، رولكس يعني؟ ايا كان. ما هو في الاخر ما طلع ما فيش ساعات وهدايا ودخلت الخزنه، النيابه قالت كده برضه عشان ما نتهمش الناس بالباطل. فالنيابه استدعتني نيابه الاموال العامه، والمتاح ليا ان انا اقوله جايب المعلومات دي منين. قلت لهم جبتها من مواقع ومن وعن طريق بعض الناس. فعندك ادله واثباتات؟ قلت لهم لا. بعد كده النيابه اودعت تقريرها والكلام ده، وقالوا المستشار محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الاهلي وبرأ ساحه مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. والتقرير الاخير بتاع لجنه التفتيش اللي راحت النادي الاهلي وجدوا الساعات في الخزنه بجميع اوصافها. ومن هنا جاء اعتذاري للكابتن محمود الخطيب والمجلس، لان زي ما قلت حاجه لابد ان عندما تقول النيابه شيء لابد ان اعود واعتذر. وانا اعتذرت للمستشار تركي آل الشيخ واعتذرت للكابتن محمود الخطيب. المعلومات التي وصلتني النيابه برأتهم منها. حتى لو انا عندي غير كلام النيابه ما ينفعش اقوله، وحتى لو انا بدل القضاء والنيابه قالوا كلمه يبقى تعظيم سلام.